كريستوس أنستي المسيح قام كريستوس هياب المريلوتس كريستوس أفتنف Christ is risen. Okay, I got everybody covered. Good. Okay. In the name of the Father and the Son, the Holy Spirit, one God. Amen. I will talk a little bit in Arabic and then we'll translate. I'll try to make it short, which is difficult. There's a lot of things to say about the resurrection of Christ. في حاجات كتيرة تتقال عن القيامة بس أنا بفضل أبتدي باللي حصل. نبتدي بالإيه؟ قبل ما نخش في التأمل نبتدي بالواقع عشان نتأمل فيه. ما هو هيتأمل الواحد إزاي في حاجة هو ما يعرفهاش؟ فلما بنقرأ الإنجيل ولما بنسمعه أحيانا كتير زي ما قال القديس أثناسيوس بيسموها مس أو ما بناخدش بالنا من الهدف من المكتوب. محتاجة شوية guidance. طب الإرشاد ده يدهولنا مين؟ الكنيسة. الكنيسة اللي بتدينا الإرشاد إزاي نفهم كتاب مقدس. مش أسمع الإرشاد أو تفسير كتاب مقدس من واعظ, أنا أسمعه من الكنيسة. طب والكنيسة إيه؟ كنيسة قداس, صلوة, طقس. الكنيسة أقوال الآباء, الكنيسة قوانين كنيسة ومن الإيمان. أنا أسمع الإنجيل منهم, من الحاجات دي قبل ما اسمعه من حد يوعظ يقول لي كلامه الخاص. فعشان نشوف الكنيسه بتقول ايه عن القيامه, اول حاجه هبصلها اكشلي, ودي حاجه غريبه جدا ان احنا نشوف الترتيب بتاع القرايه. ليه الكنيسه حطت القرايات دي؟ السؤال ده مهم جدا. اكتر شيء يعلمك تفهم الكتاب المقدس انك تراقب ترتيب القرايات وتشوف ليه القرايه دي اتقرت في اليوم ده بالذات, أو الصلوة دي بتتقال في الوضع ده بالذات. تفهم حاجات كتيرة, وده شيء خطير جدا. يعني قلما أنا شو بسمع منكم ناس كتير يقولك نروح نجيب كتاب إيه يا ابونا عشان ناخد تفسير للإنجيل, نجيب كتاب إيه؟ يقول له وجودك في الكنيسة من غير ما تقرأ أي كتب يكفي يعلمك الكتاب المقدس. ده كل اللي أنا أعرف, أنا ما أعرفش حاجة تانية ومش هروح في حتة تانية. ففي لغز النهاردة. اوكي, احنا في القيامه, وتاني تالت حد بنقرا ايه؟ طب ما حدش هتسال ايه علاقه السامريه بالقيامه, ايه علاقه السامريه؟ ده احنا بعد يعني ما فوتناش اسبوع بتاع حد توما واللي وراه الخبز الحياه والتالت السامريه. طب ايه علاقه السامريه بالقيامه؟ طب ممكن افهم ان السامريه تتقرا النهارده تتقرا في جنب العنصره. ليه؟ لان الكلام فيها على الروح القدس, الميه دي الكلام عن الروح القدس والميه. طب ليه تتقرا حد الثالث؟ هي دي النقطه اللي ممكن نبدا بيها نفكر. اللي يحفظ في نفسه السؤال ده, حط سؤال كده في دماغه ويقعد يفكر فيه شويه, بعد شويه الاجابه تيجي. ولما تيجي الاجابه يجي معاها كلام كتير جدا, ربنا اللي بيتكلم, لان دي كلمته ودي كنيسته. فأنا عايز أروح معاكم للإنجيل بتاع القيامة نفسه. يعني احنا مش هنروح بعيد, روح لإنجيل القيامة يوحنا 20. تقروا القيامة موجودة في آخر صحيحين في يوحنا وآخر صحيح في بقية الأناجيل. يوحنا 20 بعد ما شاف المجدلية, وإحنا اتفقنا في الأسبوعين اللي فات اتكلمت أنا كتير على موضوع ليه ربنا بيستخبى منهم برا وبعدين يوريهم نفسه جوه الإيه؟ الكنيسة, عشان يبدأ يأسس ايه؟ سر الافخارستية, ان لازم يتعامل في الكنيسة ولازم الناس تتجمع. ما ينفعش ابونا يعمله مع نفسه, وما ينفعش ابونا وشماس, المفروض ان الكنيسة كلها تتلم. ما ينفعش نعمل سر الافخارستية في الخفة الا لو في اضطهاد طبعا. انا عايز اروح للحتة لما جه ربنا بالليل بعد ما قابل المجدلية وقال لها اقول لهم انا صاعد لابي وابيكم الى اخر الليلة اللي ما كانش توم موجود فيها. قال ايه ربنا اول ما دخل؟ بيقول ولما كانت عشية ذلك اليوم, هو اول اسبوع, وكانت الابواب مغلقة حيث كان التلاميذ
مجتمعين لسبب الخوف من اليهود، جاء يسوع ووقف في الوسط وقال لهم سلام لكم. وشفنا سلام لكم دي كررت على الأقل 3 مرات في الإصحاح ده ورا بعض ورا بعض ورا بعض. عشان كده الكنيسة كل ما تبدأ الصلوة يبقى فيه إيه؟ سلام لكم. وبعدين لما قال هذا أراهم يديه وجنبه، ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب. هنا ما فيش مشاكل خالص إن يديهم نفسه يديهم جسده ويقول لهم بصوا امسكوني. يعني ربنا ما عندوش مشكلة جوه الكنيسة يدينا إيه؟ جسده، مش أي حاجة، يدينا جسده. أنا مش بتكلم على حاجة روحية هيكلمنا يقول لنا كلامه، لأ، ده قال للتلاميذ بيقول لنا النهاردة آخر القداس تعالوا إيه؟ المسوني، جسوني، شيء مادي اللي خده من العذراء. وده اللي بيقوله أبونا في الآخر القداس، يقول لك الذي إيه؟ أخذه من سيد من سيدتنا وملكتنا كلنا والدة الإله القديسة الطاهرة مريم واللي اتصلب واللي قام. طيب وبعد كده قال لهم إيه؟ تاني الجزء التاني بقى، وسلام لكم كما أرسلني الآب أرسلكم أنا. ولما قال هذا عمل إيه؟ نفخ وقال لهم إيه؟ إقبالوا الروح القدس. يبقى أفهم أنا بقى الكلام عن الروح القدس جاي ليه؟ لأن في الليلة دي ربنا عمل إيه؟ عمل حاجتين، إداهم جسده وإداهم إيه؟ هنا بقى النقطة المهمة، إداهم الروح القدس بطريقة إيه؟ ما إحنا عندنا 50 اللي هو البنتكوست هيجي والروح القدس هيحل. ادهولهم ليه؟ بدري للتلاميذ، عشان هيقول لهم اللي آتي، من غفرتم خطاياه تغفر له ومن أمسكتم خطاياه أمسكت. ايه ده؟ اخد التلاميذ اللي كانوا يعتبر زي مساعدين ليه في الخدمة واداهم القدرة على مغفرة الخطايا. هنا في نقطة خطيرة جدا، ربنا يسوع المسيح من امتى بيغفر الخطايا بالانجيل؟ حد عارف امتى بدأ يغفر خطايا الناس؟ بعد المعمودية. ليه؟ مش بنسمي المعمودية، يقول لك المعمودية دي فيها لتسافة فتحت السماء والآب قال إيه؟ أنت هو ابن الحبيب الذي به سررت. وبعد إيه اللي حصل كمان؟ الروح القدس حل عليه. كأن اللي حصل في المعمودية مع ربنا يسوع المسيح بيحصل دلوقتي مع مين؟ هو اللي هيدي الروح القدس من عند الآب. ويعملهم إيه بقى؟ ما هو الشغلانة دي بتاعت مغفرة خطايا شغلانة مين؟ بقال. شغلانة مين مغفرة الخطايا دي؟ كان زمان في العهد القديم يروحوا للكاهن بالذبيحة عشان الخطية تتشال من عليه. شغلة الكاهن هو ده. شغلة الكاهن الأساسية مش واعظ على فكرة. أنا اتعلمنا حاجات كتيرة غريبة الشكل. مش واعظ ولا معلم ولا حاجة. واحد يقول لك إيه؟ أنا مش هروح أعترف عند أبونا. أبونا ما بيقوليش حاجة في الاعتراف. مش بستفيد حاجة. دي خيبة ايه دي؟ خيبة ايه؟ احنا رايحين لابونا عشان يوعظنا في الاعتراف؟ رايحين لابونا ليه؟ عشان خطايانا تتغفر. لو ابونا ما قالش حاجة يبقى احسن، لابونا قاعد ساكت في الاعتراف ده احسن. ان اهم كلام بيتقال في الاعتراف كلام مين؟ ابونا ولا اللي بيعترف؟ اللي بيعترف. انا مش عايز من حاجة من ابونا غير الحل. عشان كده انا عايزكم تسمعوا معايا الحل اللي احنا بنقوله. هقوله تاني النهارده، هقوله لكم تاني. ايها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الذي قطع ربط خطايانا من قبل الامه المخلصه المحيه، يعني عن طريق الالم والصليب قطع الخطايا بتاعتنا. طب عملها ازاي؟ حته على جنب كده ليكوا، ان ربنا شال الخطايا كانها بتاعته. دي نقطه مهمه قوي. يعني ما في لما واحد يبقى عمل جريمه كبيره قوي زي في الصعيد، الناس اللي بيعملوا الطار ماشي، كان زمان يروح يقتل وهو عارف انه هيتقبض عليه وهي ايه وهيتعدم. اقول لك ولو هم بيعدموا بيحس باي ظلمه او حاجه؟ لا، حسش بظلم لانه ايه؟ مجرم، مذنب. هو عمل وعارف انه هياخد عقاب. فكان ربنا يسوع المسيح شال الخطيه بتاعتنا كايه؟ كمذنب. ده القديس بولس يقولها بطريقه جميله جدا، يقول لك ايه؟ الذي جعل الذي لم يعرف خطيه خطية من أجلنا. فهو خد الخطايا بتاعتنا كإيه؟ طب إيه اللي يحل دي؟ طب هو ما عملش حاجة، إزاي يخش إن يتعاقب على خطية هو ما عملهاش ويحس إنه مذنب ويستاهل؟ نحلها إزاي دي؟ إيه الحل بتاعها؟ فكروا فيها. إيه الحاجة اللي تخلي واحد يخش يتعاقب كمذنب وهو ما عملش حاجة؟ ها؟ ما حد تاني، بس لازم يكون مش جميلة بقى، لازم يكون إيه؟ بيحبه، بحبه جدا جدا.
عشان كده يجي قديس يوحنا في الانجيل بتاعه يقول لك الذين احبهم احبهم الى الايه، يعني ايه المنتهى؟ مش ناوي يعمل جمايل، هو شايل لانها بتاعته، بقت بتاعته. جه يوم خميس العهد صارع في القصه دي جامد جدا وانتهت. فلما الاب يقبل الابن ويرجعه تاني يقوم الاموات، يبقى الخطيه دي هتفتكرها تاني ربنا هيفتكرها؟ لا يمكن، شالت من دماغه، لانه شاف ابنه، شاف ابنه شايلها كاملا تاما كانها خطيته، كان ابنه الحبيب الذي به سررت اصبح مجرم، وايه رغم انه بيحبه جدا وشايل الالم بتاع الخطيه دي، فهل هيفتكرها تاني؟ فبالتالي الحل اللي هياخدوه التلاميذ بعد الصليب معناها ان الخطيه لما بتتغفر بتحصل لها ايه؟ بتتمسح، كانها ايه؟ ما اتعملتش اصلا، كانها ما اتعملتش، اتشالت خالص تماما. فدي نقطه خطيره جدا، عايز بس افهمكم ان القصه دي اللي الله الاب عملها عن طريق ابنه علشان لما نروح نعترف خطايانا يحصل لها ايه؟ تتمسح. قال عنها في العهد القديم، قال لك تطرح في بحر الايه؟ النسيان. ايه بحر النسيان؟ يعني ربنا لا يذكرها بعد. ارميه قال الكلام ده، قال لاني لا اذكر خطاياهم، لا اذكرها بعد، ولا احسب عليهم خطاياهم، ولا اذكرها، ما يفتكرهاش ربنا، ما يفتكرهاش احنا نفتكر. قال لك ابونا انا سامح بس مش ايه؟ مش هنسى. لكن ربنا لا. ليه؟ لان اللي عمل القصه دي حبيبه، ابنه الحبيب، تفرق كتير قوي. فهو قال لهم كده، قال لهم انا ناوي النهارده ابعتكم زي ما الاب بعتني. يعني هو لما كان بيروح يقول، ناس كتير تقول لك ايه ربنا عمال يعمل الانجيل، بيعلمنا الانجيل، انجيل ايه بس؟ انجيل ايه؟ مش هو الانجيل الهدف؟ الهدف هو مغفره الخطايا، الانجيل من اجل مغفره الخطايا، الاعتراف من اجل مغفره الخطايا، المعموديه من اجل مغفره الخطايا، التناول من اجل مغفره الخطايا، الوعظ من اجل التوبه ومغفره الخطايا. طب يبقى الهدف من القصة كلها ان الانسان يروح للكاهن ويعترف بعد ما يتوب وياخد غفران دم، ما يتمسح من عليه، ما يبقاش موجود حتى اصلا ربنا ما يفتكروش. من ساعة ما تعمد ربنا عمال يلف، لا هي مشكلته انه يعمل معجزات، ما الناس اللي عمل لها معجزات كلها ايه؟ ماتت. قولوا لي الراجل اللي فتح عينيه الاعمى ده لسه عايش النهاردة؟ اللبرس لسه عايش؟ اللي نزفة الدم لسه عايشة؟ طب ايه معناه يا رب انت جاي تشفي شويه ناس في مجموعه من الناس في تاريخ من التاريخ؟ هو ده مش الهدف. الهدف ايه في الاخر؟ ان يغفر لهم خطايا عشان يروحوا فين؟ يعيشوا للابد مع الاب وفي بيت الاب مع الاب والابن والروح القدس. فهو كان بيقول يغفر الخطايا ويشفي الناس، بس الشفاء هو نمره اتنين، ده اللي يشد الناس ليه. فقال لهم كده، الارساليه بتاعت ابويا اللي موجوده دي اهي، قال لهم ايه؟ كما ارسلني الاب ارسلكم انا. عايز اسمع بقى الارساليه بتاعتك يا رب، الوظيفه بتاعتك كانت ايه؟ اقبلوا الروح القدس، وما قال لهمش غير حاجه واحده بس، من غفرتم خطاياهم غفرت. يبقى الارساليه بتاعت الاب ليه يعمل ايه؟ ايه الهدف من ان يبعته؟ يغفر الخطايا عشان يجهزنا لمين؟ للروح القدس. لما تيجي تسكن في بيت قديم، بيت كده مليان عفن ومليان قرف ومليان زبالة وعايز تسكن فيه، بتعمل ايه؟ لو انت انسان محترم ما انتش هوملس، هتعمل ايه اول حاجة في البيت عشان تسكن؟ بديهي هتنظفه. فالانسان اللي جاي ربنا يغسله وينظفه من الخطية عشان يسكن الروح القدس لازم الاول ينظف. طب ينظف ازاي؟ قالك انا عندي الحل، هاخد الخطية كلها عليا وهغسلها بدمي وهسكن الروح القدس فيه. فهنا اول حاجه ربنا لازم يعملها يغفر الخطايا عشان الروح القدس يسكن. عشان كده احنا بنتعمد لمغفره الخطايا. تاني سر بناخده ايه بعد المعموديه؟ تاني سر ايه؟ الميرون. الميرون ده ايه؟ عطيه الروح القدس. علشان البيت نضف وبقينا واحد مع ربنا يسوع المسيح، دلوقتي يسكن مين؟ الروح القدس. وهو ده اللي ربنا عمله. قبل ما يديهم عطيه الروح القدس لازم كان يتصلب وعمتهم وناولهم، التلاميذ متعمدين متناولين. فدلوقتي يستطيعوا ان هم ياخدوا عطيه الروح القدس، بس ياخدوها هم شخصيا عشان يبداوا عمل الكهنوت. لما بقرا الحل بقول كده، الذي قطع كل ربطات خطايانا من قبل الامه المخلصه المحيه، ونفخ في وجه تلاميذ القديسين ورسل الاطهار قائلا ايه؟ اقبلوا الروح القدس، من غفرتم خطاياهم غفرت، ومن امسكتموها عليهم امسكت. الان ايضا يا سيدنا انعمت على الذين يعملون في الكهنوت في كل زمان ان يعملوا ايه؟
أن يغفروا الخطايا على الأرض ويربطوا ويحلوا كل ربطات الظلم. أسألك عن عبدك أو عبيدك وضعفي، بيصلي عن نفسه برضو، ارزقنا ارزقنا رحمتك، اقطع ربطات خطايانا إن كنا أخطينا ليك في شيء بعلم أو بغير علم، بالفعل أو بقول أو بالفكرة، بضعف قلب سارق قلب جميع حواس. اغفر واصفح لنا كصالح ومحب البشر، أنعم لنا بغفران خطايانا، باركنا، طهرنا، حللنا. كلمة حللنا دي مهمة. طب ايه القصة دي وليه كل الـ 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 الشغل ده شغل كبير او ربنا عمله؟ القيامة، الصليب والقيامة هما السمر بتاع شغل الله في التاريخ كله، السمر بتاع شغله في التاريخ كله، في العهد القديم لغاية ما وصلنا لغاية ربنا يسوع المسيح. الانبياء كلهم اتكلموا على القصة دي وقالوا، بالذات اخر اتنين جم في ايام السبي قالوا القصة مش نافعة، الوصية مش نافعة، الوعظ مش نافع، لازم ربنا يعمل حاجة تانية. ليه؟ لما ربنا خلق بني آدمين قال عايزهم صورتي ومثالي. هو مين اللي صورته مثال؟ مثال الشخص. لما الأب والأم بيتجوزوا المفروض العيال يطلع ايه؟ شبههم جسديا وايه؟ ومعنويا. لما العيل ما يعملش زي ما ابوه عايز او زي ما امه عايزة يقول لك ده ايه؟ ده مش ابني، انا ما اعرفوش، ما بيعملش زيي، مش زيي، ده طالع مختلف خاص، ابونا ده شخص تاني انا ما اعرفهوش. يقول لك كده لما الاب يزعل من عياله يقول للام ايه؟ شوفي عيالك بيعملوا ايه، ولما فرحان بيهم قوي يقول ايه؟ ابني عيالي. ربنا عمل كده على فكره. مره لما ربنا طلع بني اسرائيل، بس على جنب عشان تفكوا شويه، ربنا لما كلم موسى من العليقه وقال له ايه؟ روح قل لفرعون ايه؟ اطلق مين؟ شعبي. قال له اطلق شعبي، يعني ربنا كان صعبانين عليه. لما راح على الجبل موسى ياخد الوصايا وابتدى الشعب يعملوا العجل الذهبي، قال له ايه؟ انزل فقد اثم شعبك. يعني احنا زي ربنا برضو، خلي بالكم في حاجات كتيرة. يعني قال له الاول شعبي شعبي صعبانين عليه لانهم عياله، ودلوقتي اول ما باظوا قال له ايه؟ فراح موسى رد بقى بعدها بشويه. موسى ما بيسكتش، ما بينساش، قال له انا لا ولدتهم ولا رضعتهم بشيلهم لي ليه؟ بس رجع تاني موسى برضو قال له ايه؟ انا حفنيهم وعملك انت حاجه كبيره. قال له لا، لو هتفنيهم طلعني انا من الكتاب بتاعك. قال له لا، مش هطلعك من الكتاب بتاعك. قال يغلط طلع منك. هنا قصه بسيطه جدا، ان ربنا خلقنا عشان نبقى اولاده، بس الخطيئة بتعمل فينا ايه؟ بنبقى اولاد ربنا، بتنجسنا، ومش بس بتنجسنا، بتخلينا نبقى مختلفين، مش زيه، احنا مش زيه، لا عارفين نفكر زيه ولا عايزين نحب زيه ولا عارفين نكره زيه. ربنا بيكره ايه؟ يكره الظلم، يكره الخطيئة، يكره النجاسة، يكره الكذب، يكره القتل. لو احنا هنتصرف بالطريقة دي يبقى احنا مش اولاد ربنا، احنا اولاد مين؟ زي ما قالها ربنا اليهود النهاردة الصبح سمعناها، قال لهم انتوا شفتوني وما امنتوش، ومن اجل كده هتموتوا في خطاياكم. يعني ايه واحد يموت في خطاياه؟ ايه طب ما يموت الواحد في خطاياه، ايه المشكله يعني؟ ايه معناها ان الواحد يموت في خطاياه؟ انه ما يبقاش زي مين؟ مش هيبقى معاه. ما عشان نبقى مع ربنا لازم نبقى زيه، مش ان ما احناش زيه يبقى مش ممكن نبقى مع ربنا. فالحل بتاعها ان الايمان بربنا يسوع المسيح يدينا مغفره الخطايا، وده اللي بيعمله الكهنوت. كهنوت في الكنيسة محطوط لهذه القصة، ان احنا قدام ربنا نتستر ونبقى اولاده زي ادم وحواء في الجنة بعد ما اتعروا. اللي عمله ربنا واللي عمله سام مع ابو نوح غطاه عشان ما يبقاش شيء مخجل ومكسف ومكسوف من ربنا ان يقف معاه. ما حدش يقدر يقعد مع ربنا هو مش زيه ابدا. مين اللي هيخلينا زيه؟ ربنا يسوع المسيح. فالهدف بتاع كل التاريخ ان ربنا يسوع المسيح في القيامة يجعلنا اولاد الله، هيقدم نفسه للآب عنا، وهو الآب هياخده ويحضنه كده بالجسد بتاعه ده، ما نعرفش شكلها ايه دي، ويقبله. وفيه اتقبلنا كلنا بخطايانا بوسختنا بكل حاجة، واتمسحت واتغسلت واتنست، ودلوقتي احنا بقى عندنا حاجة تتجدد كل مرة نغلط نرجع تاني نعترف ونتوب ونعترف ونتناول، نتوب ونعترف ونتناول. عشان دي اهم بكتير جدا من سماع الوعظ، دي اهم من سماع الوعظ. الوعظ ما كانش يوديني للتوبه والاعتراف والتناول يبقى قيمته ايه؟ ولا حاجه، تسليه، تضيع وقت، تضيع وقت.
لو مش هرجع أبقى زي ربنا تاني يبقى إيه الهدف؟ Let me say this in English. So today we read the Gospel of the Samaritan woman, and the question is, I ask always a question: why the church is giving us the Samaritan woman today? I expected the Samaritan woman because the talk is about the living water, about the Holy Spirit, to be closer to Pentecost, not to resurrection. So why we're reading it today? And it's simple. Because in the resurrection, the first gospel on the resurrection Sunday, at night when Jesus came to the disciples, same evening before the first day of the week, when the doors, the first day of the week, when the doors were shut, where the disciples were assembled for fear of the Jews, Jesus came and stood in the midst and said to them, "Peace be with you." When he had said this, he showed them his hands and his side. Then the disciples were glad when they saw the Lord. So the first thing the church says, Jesus in our midst physically, he comes flesh and bones. And in the Gospel of St. Luke, he said, if you don't believe me, come touch me. The ghost does not have flesh and bone like you see. Not only that, they told him to feed him. He said, what do you have? Do you have food? He said, yes. He said, okay, bring me what you have. They brought him broiled fish and honey. And he ate to make sure that they understood that he was physically appearing in their midst. Especially if he appeared all of a sudden without coming through doors or windows. Then he said to them again, peace to you. We see this in the church all the time. Irini Pasi, peace be to you all. And as the Father has sent me, I also send you. And ask, what did the Father send you for? What's your mission description? What's your job description on earth, Lord? What did you come for? Did you come to make miracles? That's very sad. Because none of those people that you made miracles are alive today. And not too many people believe. Did you come to raise the dead? Lazarus and the little girl, the daughter of Jairus, are dead. What did you come to do? Teach us? We have lots of teachers from the Greek. And we have Confucius and Buddha and lots of good teachings. What did you come to do? What's your mission, Lord? He said, he's revealing it. He said, as the Father has sent me, I also send you. And when he said this, he said, receive the Holy Spirit. Whose sins you forgive, they will be forgiven. Those sins you retain, they will be retained. So what is the mission of the Father to the Son? The main mission. Forgiveness of sins and eternal life. That's what he has been sent to do. This is the summit of history. And the cross and the resurrection is the fruit of all what God has been doing through the history. So since when Jesus was forgiving sins? When did he start doing this? When did we see it? If you look into the gospel, started from the day of his baptism. I think about it this way. So in baptism, Jesus was ordained. Let's just think about this. What was his job before the baptism? What was his work? Daily work. What did Jesus do? A carpenter, right? Where would you find him? In the shop of Joseph. What he's doing? Making tables, seats, recliners, you name it. And so what did he do after baptism? So he left the carpentering, went 40 days in the desert, came back a different job, a different mission. The main work of him was forgiveness of sins. Whenever he did it, the Jews were very astonished. So what's that? When you take a person today from their job, the regular job, send them for some kind of ceremony, and after that ceremony, they go 40 days in the monastery, they come back, and they have a different work. What's that? That's priesthood. So Jesus became a priest. He could not give his disciples this while he is a priest. I, a priest, cannot ordain another priest. Who can ordain another priest? A bishop. So what do you think happened on the day of resurrection? Of his resurrection, when he's taken up to the cathedral in heaven and was seated on a throne next to his Father. What do you think that is for him? He became a high priest. That's a bishop. High priest. He is the high priest of the church.
So now he has the power to do what? To ordain priests. So today he is ordaining his apostles into priests to forgive sins. Forgiveness of sins is not something that is like I forgive you, like you forgive each other. Sometimes you say to me, Abuna, I will forgive, but I will never forget. I will never forget. And there is a reason. You cannot erase that from the memory if something hurtful. But how can God forgive and forget? Now you're going to tell me he's God, so he doesn't need anything. Or he doesn't need my repentance, he can forgive me. No, it doesn't happen that way. It's a fact. We have sinned. We became not like God because we broke his commandments. It's a fact that we sinned. How can God forgive? Simply because Jesus took that guilt. What do you mean took the guilt? Jesus went into the cross as guilty, not as innocent. He went to the cross knowing that he, as if he had done it. When a person goes to be punished, when they have done something wrong, they don't feel injustice. Nobody owes them anything. If somebody had committed murder in a country where they punish murder by execution, people go to the execution not feeling anything. They say, I did it, I knew it was punishable, and I don't feel injustice. I deserve it. Why do you think Jesus say, I deserve it? Why would he say, I deserve it? Because the key word is, he loved us to the end. So that's why there is forgiveness here that has also forgetfulness. Because God the Father never saw his son except my son. If the son chose to pick up our sins and to die as guilty for us, then the son took that guilt from us. As if we never done anything. But then the father also forgave him because of that complete obedience and the love that he has between the father and the son. So this Jesus gives to his disciples to forgive sins out of his own pocket, out of the pocket of Christ, that endless forgiveness. It is not important to listen to sermons except when it's leading you to repent and confess, to come closer to God, repenting that you are actually cold, repenting that you are far away, that you don't feel what Jesus had done for us, that we are doing whatever we please, and we are enemies with God. That is where preaching and listening to sermons should be a benefit. But to listen to sermons just to pass time, to listen to sermons to appease my conscience that I'm okay, that's not useful. It's actually useless. Unless we are filled with the love of God and the love to come closer to him and to have a repentance that's almost every day, I don't think that we are doing something good in our life. Priesthood is what Jesus had instituted after the resurrection, and he made his disciples able to forgive sins. So not only him, now it's the whole class of people. That's why when we pray the absolution in the mystery of confession, or when you hear it in the church, we say this. O Lord Jesus Christ, Son of God, who through his life-giving and saving passion cut all our ties with sin, we ask you, who breathed into the face of his sainted disciples and pure apostles and said to them, receive the Holy Spirit. Those whose sins you forgive, they'll be forgiven. Those who you retain their sins, they'll be retained. You've given the priest in your church through your holy apostles at all times to forgive sins on earth and untie all the bonds of injustice. I ask you for your servants and children and my weak self who bow down our heads before your holy glory. Forgive us all things that we have done through the words of the mouth, thoughts of the heart, or action. Please forgive and remit for us. You know our weakness as a good lover of men. Forgive us and forgive all your people. Absolve us, absolve all your people. Fill us with your fear. Teach us to do your holy and perfect will. You are our God, and to you we send up the glory and with your good Father and Holy Spirit. Amen. When we say absolve, that's the difference between absolve and forgive. Absolve means it doesn't exist. Forgive, it's forgiven, not forgotten. And I would say this is the reason why we read today
the gospel of the Samaritan woman, because it is the gospel of the Holy Spirit. Through the Holy Spirit, we have all these mysteries. To God is the glory, Father, Son, and the Holy Spirit, now and forever. Amen.